سالم الشعيبي للمجوهرات، واحدة من أشهر دور المجوهرات بالإمارات العربية المتحدة والخليج، وهي الاختيار الأول لفئة كبيرة من عشاق المجوهرات والنجوم. تستعد سالم الشعيبي للمجوهرات للمشاركة بمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بنسخته 52، واللي رح يقام بمركز إكسبو الشارقة في الفترة ما بين 27 من سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل. تهدف تصاميم سالم الشعيبي للمجوهرات إلى الحفاظ على تراثنا العربي بلمسة عصرية، واللي رح تشارك بمجموعة متنوعة من التصاميم الفاخرة اللي بتلبي أذواق جميع زوار المعرض. فرح يتم عرض أكثر من 60,000 قطعة متنوعة ما بين الخواتم، الأساور والساعات بمختلف أنواعها، سواء من الذهب أو من الألماس. كل هيدا الشيء بجناح خاص مساحته 1200 متر. إذا كنت حابة تزوري الجناح وتختاري قطعة مناسبة لإلك، أبواب الجناح مفتوحة من الساعة 1 الظهر لغاية الساعة 10 بالليل. سالم الشعيبي للمجوهرات، صنعنا فأبدعنا.